is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب تكونوا بصحة جيدة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معكم في محصول البطاطس. محصول البطاطس ده من المحاصيل المهمة جدا المنتشرة في أغلب دول العالم، وبتعتبر البطاطس من الأساسيات في الغذاء في أغلب شعوب العالم. محصول البطاطس هنعرف كل حاجة النهاردة إن شاء الله عن محصول البطاطس، من بداية تجهيز الأرض ومراحل نمو البطاطس والأمراض اللي بتصيب البطاطس وطرق العمليات الزراعية اللي بتتم على البطاطس من تسميد وعزيق وهكذا. أول حاجة الخدمة قبل الزراعة، خدمة الأرض قبل ما تزرع البطاطس اللي هيتم في التربة، إنك أول حاجة هتحرث التربة، هتعمل عملية حرس للتربة عشان لو فيها بذور حشائش أو أيا كان وتفتت التربة. أول حاجة بعد حرث التربة هتحرث، وبعد كده هتبدأ تزحف التربة وتعرضها للشمس يومين عشان تقتل أي ميكروبات أو فطريات في التربة. بعد كده هتحرث تاني، بعد التزحيف هتحرث مرة كمان وتبدأ تخطط التربة بتاعتك أو المصاطب بتاعتك. المصطبة هيكون عرضها من 60 ل70 سنتي، والزراعة بين النبات والآخر من 20 ل30 سنتي حسب كل صنف. ده بالنسبة للحرث والخطوط. بعد كده بعد ما عملت عملية تخطيط للتربة هتبدأ تنزل الخدمة بتاعتك. الخدمة بتاعتك عبارة عن سماد بلدي، هيكون من 20 ل30 متر مكعب سماد بلدي، وأيضا عنصر النيتروجين. هتحط يا إما يوريا أو نترات نشادر أو سلفات نشادر. لو هتحط يوريا هتحط 200 ل250 كيلو جرام على الفدان، ولو هتحط نترات نشادر هتحط حوالي 300 كيلو للفدان، ولو هتحط سلفات نشادر هتحط 500 كيلو للفدان على دفعات. ده بالنسبة للخدمة. الدفعة الأولى في كل حاجة هتبقى مع الخدمة. خدمتك زي ما قلنا هتبقى عبارة عن سماد بلدي واليوريا أو النترات أو السلفات، وأيضا هتحط سوبر فوسفات كالسيوم حوالي من 300 ل400 كيلو، وأيضا هتحط كبريت زراعي من 50 ل100 كيلو جرام. ده كله في الخدمة مع السماد البلدي، وهتبدأ تنزل خدمتك بين الخطوط وهتروي رية غزيرة عليهم عشان الخدمة تبدأ تتحلل في التربة. ده بالنسبة لعمليات الخدمة قبل الزراعة. هنيجي بعد كده لزراعة البطاطس. البطاطس من بداية ما تتزرع لحد ما يتم حصادها بتتم بكذا مرحلة. أول مرحلة من مراحل نمو البطاطس مرحلة التخزين. مرحلة التخزين دي هي المرحلة اللي بعد الحصاد، بعد يعني أنت حصدت محصول العام السابق هتبدأ تخزنه لحين ان انت تستخدمه وتستهلكه او تبيعه او تجهزه للتقاوي العروة اللي بعد كده. بعد ما في عملية التخزين او في مرحلة التخزين، في المرحلة دي الدرنات البطاطس بتتم او بيحصل فيها ظاهرتين فسيولوجيتين، هما فترة السكون وفترة الراحة. فترة السكون ده عبارة عن عجز البراعم عن النمو تحت الظروف غير الملائمة، يعني البرعم او الدرنة بتكون غير نشطة حتى عشان ما فيش ظروف بيئيه مناسبه ان هي تبدا الانبات فيها. طور الراحه ده عباره عن عجز الدرنه مش هتشتغل او هتنشط حتى لو وفرت لها الظروف المناخيه او البيئيه المناسبه. دي بالنسبه لفتره او مرحله التخزين. مرحله التخزين ايضا بيحصل فيها زي ما قلنا فتره السكون وفتره الراحه عشان يتم كسر طور السكون ده عشان تبدا الدرنات تتزرع وتبدا في الانبات. ممكن يحصل عمليه تقشير أو عملية خدش للدرنة أو عملية قطع أو يكسر طول السكون كيماويا. درنات البطاطس هتبدأ تجهز التقاوي بتاعتك في بعد فترة التخزين، وممكن تقطعها إلى أجزاء بس بشرط أن تكون التقاوي بتاعتك عندك سليمة خالية من الأمراض، الأحجام بتاعة التقاوي متوسطة وتكون معتدلة، الأشكال بتاعتها معتدلة، وتبدأ تقطعها
الى جزء او اتنين او حسب حجم الدرنة، وبعد كده هتبدأ تخش في المرحلة التانية من مرحلة نمو زراعة البطاطس، اللي هي زراعة البطاطس قبل الانبات، يعني من اول ما تزرع الدرنة لحد لسه ما نبتتش فوق سطح التربة، دي تاني مرحلة. هتبدأ الزراعة زي ما قلنا، هتجيب الجزء المقطوع اللي انت قاطعه من التقاوي، هتخلي الجزء المقطوع تحت وهتخلي البراعم فوق عشان تبدأ تنمو بعد كده. ده بالنسبة لتاني مرحلة. المرحلة دي هتاخد من حوالي من أول ما تزرع لحد ما تبدأ تنبت فوق سطح التربة، هتاخد من 15 ل 30 يوم، وده حسب الصنف بتاع كل نبات وحسب العمق اللي انت زارع عليه التقاوي عندك. دي تاني مرحلة. تالت مرحلة وهي مرحلة ظهور الإنبات فوق سطح التربة، بعد هتبدأ درنات البطاطس تظهر فوق سطح التربة، وأيضا هتبقى عبارة عن هتاخد الوقت كله أو الموسم كله، هتاخد حوالي من 80 ل 100 يوم في المرحلة دي. المرحلة دي بنقسمها لثلاث مراحل. أول مرحلة فيها وهي مرحلة تكوين السقان الأرضية. في مرحلة تكوين السقان الأرضية هيبدأ ظهور السقان الأرضية بعد من 7 ل 10 أيام من أول ما تبدأ الزراعة، هتبدأ تظهر السقان الأرضية ويبدأ تظهر الساق والأفرع الجانبية اللي تمتد تحت سطح التربة. دي أول مرحلة من مرحلة إنبات البطاطس. تاني مرحلة عندك وهي مرحلة وضع الدرنات. مرحلة وضع الدرنات بيبدأ وضع الدرنات بداية من الأسبوع السادس لحد الأسبوع الثامن من الزراعة، حسب كل عروة من الزراعة زي ما قلنا. ومرحلة وضع الدرنات بتكون عبارة عن انتفاخات في نهاية الرايزومات بتاعت النبات قريبة من سطح التربة، وبتكون صغيرة في هذه الحالة زي العقد الحديث كده. الدرنة بتكون لونها أخضر صغيرة الحجم في آخر الرايزومات في النبات. دي مرحلة وضع الدرنات. ثالث مرحلة من مرحلة الإنبات محصول البطاطس وهي مرحلة تكوين الدرنات. هتبدأ عند الدرنات تتكون، ودي المرحلة النهائية من وضع الدرنات، وبعدها هيتم تقليع المحصول وموت المجموع الخضري. مرحلة تكوين الخضرات دي بتخش في مرحلتين. المرحلة الأولى بيبدأ النبات بيبني الجذور عنده والسقان والدرنات، وبتزداد المجموع الخضري، وكل ما زادت المجموع الخضري بتزيد السقان الأرضية. وبعد كده بيبدأ المجموع الخضري بيتهالك، بتنتقل المواد الغذائية اللي في المجموع الخضري كلها بتنتقل من المجموع الخضري، الكربوهيدرات والنشا والعناصر الغازية بتنتقل من المجموع الخضري إلى الدرنات، بتبدأ الدرنات تكبر في الحجم والمجموع الخضري بيبدأ ينشف ويموت. دي مرحلة أو مراحل تكوين البطاطس، من بداية التخزين خزنت وجهزت التقاوي بتاعتك قطعتها وظبطت خدمة الأرض عندك، هتبدأ تزرع، هتاخد معاك من 15 ل 30 يوم لحد ما الزراعة تبدأ في سطح التربة. بعد كده هتخش في مرحلة اللي هي التالتة الإنبات، هتظهر النبات فوق سطح التربة، هياخد من 80 ل 100 يوم في المرحلة ديت. وفي المرحلة ديت بيخش في ثلاث مراحل، اللي هي المرحلة بتبدأ أول حاجة السقان الأرضية والأفرع الجانبية بتنشأ، بعد كده بداية تكوين الدرنات، الدرنات هتبدأ وتكون صغيرة في الحجم ولونها أخضر. بعد كده المرحلة الأخيرة زي ما قلنا إن بتخش في مرحلتين. المرحلة الأولى النمو الخضري هيبدأ يزداد ويكبر في الحجم، بعد كده هيبدأ العناصر الغذائية كلها اللي في المجموع الخضري والنشا والكربوهيدرات وكل حاجة والمواد الغذائية تنتقل من المجموع الخضري إلى الدرنات، وبالتالي الدرنات هتكبر في الحجم والمجموع الخضري هيبدأ يموت. وفي الفترة دي بنسميها مرحلة تصفية العرش، بنصفي العرش إن أنا أرش له بوتاسيوم مع بوروم عشان يبدأ ينتقل كل المواد الغذائية اللي في المجموع الخضري للدرنات، تكبر الدرنات في الحجم والمجموع الخضري بيتم موته. بعد كده الفترة دي بيبدأ النبات بيتم تقليعه وحصاده ودخوله في مرحلة تخزين بعد كده التاني، ولحد ما تستخدمه وتستهلكه أو تجهزه للتقاوي وهكذا. ده بالنسبة لمراحل نمو البطاطس. طب إيه هي العمليات الزراعية اللي بتتم على البطاطس؟ أول حاجة عملية الترقيع. عملية الترقيع دي عملية مهمة، بس مش هتعملها إلا لو كان الإنبات عندك بيقل عن 90%. يعني لو الإنبات عندك 90% يبقى مش محتاج عملية ترقيع. لو في عندك نباتات أو درنات كتير ماتت ما ظهرتش في سطح التربة كتير، هتبدأ تعمل عملية ترقيع، هتشيل الدرنة القديمة وتشيل مكانها، وهتحط مكان الدرنة القديمة درنة جديدة تبدأ في الإنبات
تزود معاك عدد النباتات. ايضا عمليه العزي، عمليه العزي دي عشان تبدا تهوي التربه، وتهوي التربه للجذور عشان تبدا تاخد راحتها في النمو، وتنقيه الحشائش، بتبدا تنقي برضو الحشائش عشان ما تنفسي المحصول على الغذاء. ايضا عمليه التسميد، زي ما قلنا عمليه التسميد عمليه مهمه عشان بتبدا فيها، او ده اللي بيبدا في نمو النبات بكامل انتاجيته. عمليه التسميد زي ما قلنا هنحط سماد بلدي من 20 ل 30 متر مكعب ده مع الخدمه، وسلفات نشاذه زي ما قلنا على 3 دفعات، الدفعه الاولى مع الخدمه، والدفعه الثانيه بعد تكامل الانبات، والثانيه بعد شهر من الانبات. بعد كده السوبر فوسفات كالسيوم هنحط 300 ل 50 كيلو جرام زي ما قلنا سوبر فوسفات كالسيوم على دفعتين، النص مع الخدمه والنص الثاني مع بدايه الزراعه. ثالث حاجه السلفات بوتاسيوم من 100 ل 200 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم هنحطهم على دفعه واحده بعد الانبات او على دفعتين، الدفعه الاولى مع الخدمه والدفعه الثانيه بعد انبات النبات. ايضا العناصر الصغرى، هيتم وضع عناصر صغرى من بعد انبات النبات، هنرش عناصر صغرى او هنسمد شهر كل شهر مره، عناصر صغرى حديد وزنك ومنجنيز ومغنيسيوم وكل العناصر الصغرى. ايضا الكبريت الزراعي، الكبريت الزراعي هحتاج من حوالي من 50 ل 100 كيلو جرام كبريت زراعي، وهيتم وضعه مع الخدمه في قبل الزراعه. ده بالنسبه للتسميد اللي بيحتاجه محصول البطاطس. طب ايه هي اهم الامراض اللي بتيجي لمحصول البطاطس، او اللي ممكن تاثر تاثير كبير جدا على نبات البطاطس؟ اول حاجه عندي من الامراض ديت وهو الحفار. الحفار ده زي ما قلنا شرحناه قبل كده، هو حشرة خطيرة جدا جدا، لأنها بتدفن نفسها تحت النبات، بتقوم بتتغذى على الدرنة والنبات، وتسبب خسائر فادحة جدا، ومقاومتها صعبة لأنها زي ما قلنا بالنهار بتدفن نفسها تحت النبات، وبتظهر ليلا بتقوم بتغذية على الدرنات والنبات، وتقوم بخسارة كبيرة جدا على النبات. طب ازاي هتكافح حشرة الحفار ديت؟ أول حاجة هتنزل أو هتسمد كلورو بيرفوس 48%، ده او دايزينون، ده اهم المواد الفعالة اللي بتشتغل على الحفار. وفي طريقة تانية للحفار وهي الطعم السام. الطعم السام ده هتجهز حوالي 15 كيلو ذرة مجروش او ذرة مجروش او ارز مجروش، تمام، وهتضيف عليه كيلو عسل اسود، وهتضيف عليه لتر كلورو بيرفوس او دايزينون لتر حشري، وهتخلطهم في بعض جيدا، وهتبدأ تسرسبه بين الخطوط عشان يطلع الحفار بالليل يتغذى على الطعم ده وبالتالي يموت. ده أول حشرة. تاني حاجة وهي الدودة القاردة. الدودة القاردة أيضا شرحناها قبل كده، وزي ما قلنا من اسمها هي بتقوم بقرض النبات، بتاكل النبات وبتتغذى أيضا على الدرنات والسقان الصغيرة، وبالتالي بتسبب خسائر فادحة في النبات. أيضا المقاومة بتاعتها تشبه مقاومة الحفار، هما الاثنين حشرات خطيرة جدا، بيتم مكافحتهم بالكلورو بيرفوس والدايزونون او بالطعم السام اللي قلنا عليه. تالت حاجة وهي حشرة المن. حشرة المن من حشرات الثاقبة المصة، حشرة خطيرة برضو، بتقوم بالتفاف الاوراق ونقل الامراض الفيروسية من نبات لاخر زي ما شرحنا في كذا فيديو قبل كده. طب ازاي هتكافح حشرة المن؟ هكافح حشرة المن بان انا هرش لها اي مبيد جهازي بيحتوي على الاسيتامبرايد او الاميدا كلوبرايد مع اللمبادا سالوسرين او الدلتا مسرين او الالفا سايبر مسرين. ده بالنسبة لحشرة المن. ايضا حشرة العنكبوت الاحمر دي من تتبع الاكاروسات او العناكب، بيقوم بثقب او امتصاص الاوراق في النبات. ايضا الحشرة ديت بتسبب تشوه واضرار في الثمار كثيرة. طب ازاي هتكافح حشرة العنكبوت الاحمر؟ ايضا باحد المواد الفعالة الاتية زي الابامكتين او الكلوروفينابير او البردابين او الهوكسي سيازوكسي. ده بالنسبة للعنكبوت الاحمر. ايضا عندي دودة درنات البطاطس او فراشة درنات البطاطس. فراشة درنات البطاطس دي من الحشرات برضو اللي بتقوم بتتغذى على الدرنة، بتبدأ تعمل ثقوب في درنة البطاطس او حباية البطاطس، بتبدأ تتغذى عليها وتعمل فيها ثقوب، وبالتالي بتسبب خسائر كبيرة جدا. هيتم مكافحتها باللمبادة مع الإمامكتين بنزوات اللي هو البروكليم، بيجيب نتيجة كويسة جدا مع دودة أو فراشة درنات البطاطس. أيضا من أهم الحشرات أو من أهم الأمراض في
محصول البطاطس، وهو مرض الندوة. الندوة البدرية والندوة المبكرة من أخطر المرضين اللي بيتم تأثيرهم على محصول البطاطس، وشرحناهم قبل كده بفيديو الأمراض الفطرية، هسيبه لحضراتكم الرابط بتاع الفيديو ده في الوصف بتاع الفيديو. وده بالنسبة للندوة المبكرة والندوة المتأخرة. أيضا عندي مرض القشرة السوداء. مرض القشرة السوداء ده بينتج عن فطر الريزوكتونيا سولاني. تظهر الأعراض في المرض ده على سطح الدرن المصابة، بتكون في شكل قشور بنية أو سوداء اللون، خشنة مرتفعة على سطح الدرنة، تشبه حبيبات الطين. القشرة السوداء ده هيتم مكافحتها، هو مرض فطري زي ما قلنا، بينتج عن فطر ريزوكتونيا سولاني، بيسبب خدوش وبقع على الثمرة أو درنة البطاطس لونها بني أو أسمر، بتكون خشنة كده، وده بيتم مكافحتها بالسيفونات المصايل والمبيدات الفطرية الجهازية. أيضا من آخر الأمراض اللي بيتم إصابة البطاطس بيها، وهو مرض التفاف الأوراق. ده مرض فيروسي، التفاف الأوراق بتاعة البطاطس ده مرض فيروسي. زي ما قلنا قبل كده الأمراض الفيروسية ما بتكونش ليها علاج، وبس هي بتنتقل عن طريق الحشرات الثاقبة المصة زي المن والذبابة البيضاء. وبالتالي إن أنا عشان أتجنب الخسائر بتاعة الأمراض الفيروسية هبدأ أكافح في الحشرات الثاقبة المصة، عشان المرض الفيروسي ما ينتقلش من نبات لنبات ويحصل عندي تأثير كبير على النبات. ده باختصار كل ما يخص البطاطس، الخدمة بتاعة البطاطس، وإزاي تزرع وإزاي تشتغل تسميد في البطاطس، وإيه هي المراحل النمو اللي بيتم فيها محصول البطاطس. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة، وأتمنى يكون الفيديو مفيد للناس. ما تنساش الدعم بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.